مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا في بث لايف جديد مع محمد وهبة. محمد بيبيع سوشي زي ما حضراتكم شايفين في الشارع على شواطئ اسكندرية، وهبة خطيبته بتساعده عشان يتجوزوا بسرعة. خلونا نعرف أكتر معاه. مساء الخير. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه بقى الفكرة جات لكم ازاي؟ والله الجو بدأ يتعدل شوية ومفيش شتا وكده، فاحنا قلنا ننزل بقى البحر وكده وعند المجمع يعني بتاع الكليات، فنشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. بس طب انت بقى تنزلي تساعديه؟ انا بنزل اساعد بابا، واقفة معايا، انا ببقى ماسكة اليافطة وهو بيبيع ناس يعني. طب القطع بتوعك كام؟ 8 والاربعة ب30. القطع 8 والاربعة ب30 في عرض يعني؟ المفروض ان في عرض اكيد طبعا، مش كده هتمشي السعر دوت. طب انت بتنزلي تشتغلي معايا هو اللي قال لك ولا انت قلتي ولا ايه؟ لا احنا الاثنين اقترحنا على بعض عشان نزودوا الدخل شويه، وعشان يعني اللي هو يبقى فيه نتجوز وكده يعني، عشان الناس تعرفنا وكده. وانتوا في يعني في دماغكم مشروع معين او حاجه؟ ان احنا ان شاء الله نفتح محل ان شاء الله. ان شاء الله يعني نعمل مطعم يعني ان شاء الله. اللي بتعمل السوشي صح؟ اكيد طبعا. يعني انا كل حاجه انا اللي بجهزها وكل حاجه انا اللي بصنعها، و انا كده بعمل بقى ايه انواع الداينامايت؟ بص انا عامل داينامايت وعامل هوت اورا تمام، وعامل اورا ماكي، وعامل حاجه اسمها اكسكلوزي فروم. تمام، وده الجينجر سابي عشان لو عشان الناس يعني تاكل بيه. تمام. طب الحاجات دي نيه؟ هو في حاجات مقليه، في حاجات مقليه تمام ماشي، قافلها عشان التراب وكده. في حاجات مقليه وفي حاجات كتير، وفي حاجات مسلوقه يعني، حتى اللي مش مقلي عامله مسلوق. طب مفيش نيه. طب الفكره دي ليه وصلت للناس؟ بص، هو في قسم في السوشي بيكون في حاجات كتير نيه، ده موجود في كل المطاعم، ولكن جزء قليل جدا يعني تمام. في حاجات زي الساشيمي دي موجوده في السوشي، في معظم مطاعم السوشي بتقدمها، ولكن مش كل الناس عندها قبول عليها يعني. بس هي دي الحاجه الوحيده النيه، ولكن بنسبه 90% في السوشي فكله مستوي. طب انت بقى يعني شايفه ان تنزلي تساعديه كده؟ لا مش عيب، عادي مع بعض لغايه اخر نفس يعني. ان شاء الله. بتتحرك قوي. ايوه مع بعض ان شاء الله لغايه اما ربنا يكرم ونوصل وكده والناس تعرفنا اكتر، عشان احنا يعتبر مش معروفين يعني. طب انتوا بتقفوا فين اكتر عشان الناس لما تحب؟ في سوتر في وش مجمع كليات. عند مجمع كليات، ممكن عند سوتر كده، هو ساعه الدراسه بس، ولكن معظم الوقت شغالين على البيتش بتاعتنا. تمام. انت شايف ان الفكره على والله عشان مش محدش في البحر عندنا يعني عامل موضوع السوشي على البحر وكده، فبالنسبه لنا في اقبال وكده، والناس بدات ان هي تفهم وعايزه تدوق كده. لا ان هو حلو الحمد لله، الناس حابه الموضوع قوي وحباه قوي يعني الحمد لله. السعر شايفينه مش غالي؟ لا احنا بنعمل اسعار قليله جدا، المتوسط. بقول لكم انا لا 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 مش بتكلم خالص في السعر، والناس كلها بتقول ان لان السوشي اصلا طب ده بيشجعكم على انتوا تدوروا كده؟ اكيد طبعا يعني الحمد لله. وعلى فكره احنا بنهتم براء الناس يعني، مفيش حد بياخد من عندنا اوردر غير لما نساله ايه رايك. طب اكتر الاوردرات اللي بقيت يعني قالت لك حد افترى عليك حاجه فانت بقيت نفسك اللي هو الفرايدات؟ اللي هو معظم الناس بتركز في الفرايدات يعني، اللي هو الحاجات الفرايد عشان دي بيكون مستوي اكتر. دي بقى الناس تحب في حاجه من هنا تتزوج؟ كده معايا ده وده فرايد، ده فرايد وده فرايد تمام. في لازم ننزلها تاني بس ايوه كده. شاوريلي عليه كده. ده فرايد، ده الفرايدات وده كمان فرايد. طب انت عارفه كل حاجه؟ طب ايه معناها ولا انت دراستك ايه؟ سياحه برضه وفنادق. طب عليكي الدنيا بالموضوع ولا هو اللي علمهولك عشان انت؟ لا هو يعني انا حبيته عشانه اصلا، ما كنتش عمري دقت السوشي ولا اعرفه بس. طب ايه بقى يعني انت اكتر حاجه بتحبيها ايه هنا؟
الفرايدات كده يعني القوره ده كده الفرايد. لا 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 الفرايد اهو. على فكره بتاكل انا عارف دي الحاجات اللي انت عجبتها بتحبها. لا والله ايه اكتر حاجه عجبتك؟ الفرايدات بحبها جدا. اللهم صل على النبي. ربنا يرضيكم يا رب، ربنا يرضيكم يا رب. قول لي بقى بس. فهي حبت فكرة السوشي عشان عرفت ان انا بعمل حتى حاجات مش مقلية بعملها مستوية، ولذلك هي حبت تجرب فلقيت ان الحاجات طعمها حلو جدا، وهي عرفت طعم السوشي اللي انا بعمله حتى لو دقت حاجة ما عجبتهاش بتتعلق وتقول لي خلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا يعني. طب وانتي بالنسبة للني كنت خايفة منه حوار ان السوشي ني كده؟ شوية بس لا لقيته حلو جدا، اتعودت عليه وكده وحبيته يعني اللي هو طعمه حلو. كان اي ولا كقربني كان اي ولا كان كزي ما هو بيعمله؟ لا ككل حاجه يعني. انت دوقتها الني؟ دوقتها الني اللي هو مش مقلي، ولكن في نفس الوقت هو عم يستوي. انت فاهم الفكره ان يعني في حاجات الحشو بتاعه بيكون مستوي، وفي نفس الوقت في حاجات سموك يعني زي الديناميت اللي انا عامله ده، ده في حاجات سموك انت فاهم، ولكن في نفس الوقت الرول مش مقلي ولذلك فهو مستوي بشكل عام. فهمت الموضوع اللي هو كده بقى اللي هو ده؟ لا تمام. طب دي برضه عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. طب قول لي بقى شفت حاجات سلبيه كتير؟ يعني بعيد عن الوقفه وكده الناس طبعا بتبقى باصه اللي هو مستغربه ايه ده هم بيعملوا ايه، في ناس اصلا ما بتجيش. في البيع نفسه مثلا اوردرات الصفحه نفسها ممكن حاجه تتاخر شويه فتوصل بارده فالجسد يعلق ان هي بارده. هو الاحسن زي الاحسن ده يتاكل بارد ولا يتاكل؟ لا السوشي مش شرط. بص هو الحاجات يعني عرفوا الناس الحاجات الفرايد لازم تتاكل سخنه، لازم تتاكل اللي هو يكون مقلي ويتاكل على طول، ولكن معظم الحاجات بتتاكل بدرجه حراره الجو عادي لان هي بتتلف عادي جدا مفيش حاجه فيها تستوي. تمام. ايه كان لا الناس في الشارع في حد مثلا قابلكم سيئه؟ لا يعني لا عادي، بس انا بقول لك يعني زي ما انا مثلا ما بروح ابيع مثلا اللي انا بوصل اوردرات للناس بيبقى في تعليقات سخيفه مثلا ايه ده بنت هي اللي جايه توصل. بنت هي اللي جايه توصل فيها ايه يعني؟ هو بيعمل وانا بوصل بس هي دي تعليقات الناس. بس في ناس طبعا ذوق جدا والمعامله بتبقى كويسه. بقى ده ازاي؟ لا عادي بابتسامه. طب ايه بتكملي ولا فيها؟ لا بكمل. لا لا بكمل يعني اللي هو ببقى نفسيتي تعبانه شويه بس باجي اخر الليل خلاص يعني انا ان شاء الله تاني يوم هصحى وهعمل وهسوي عادي خالص مفيش اي مشاكل. لا مش لا 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 خالص يعني احنا بنساعد بعض بس، ولكن ان شاء الله فيما بعد الدنيا تشتغل شويه وما نشوف شركات توصيل نتعاقد معاها وكده. طب انت مشكله كتير ما تساعدكش او حاجه وهي اللي كانت بترفض؟ والله انا كنت رافض الفكره تماما، ولكن هي قالت لي انا كده كده فاضيه تمام، وفي نفس الوقت انا عايز اساعدك انا مش عايز حاجه انت فاهم. والله انا مش هساعدك بدل ما اشتغل بره واللي هو يعني اشتغل بقى شغل عشان نفسي اشتغل، بدل ما اشتغل اديني بشتغل معاه بساعده وفي نفس الوقت في مشروعنا يعني ما فيش أأمن من كده يعني. ماشي. قطعة 8 دي صح كده؟ حد عايز كميات عادي؟ احنا على البيج بتاعتنا سوشي بارتي عاملين على البيج بتاعتنا عاملين يعني الكومبوز وكده، فالكومبوز كاتبينها بالاسعار بتاعتها، فقال عايز 16 قطعه، عايز 12 قطعه، عايز 20 قطعه، لحد 100 ولحد 200 قطعه. فهمت الموضوع؟ فهو الفكره كلها في ان احنا بس ايه الناس في الشارع ممكن تاخد قطعه قطعتين، لان الناس مش عامله حسابها ان هي هتاكل سوشي فاهم؟ بس الكميات الكميات موجوده. فكره في اسكندريه في الشارع شفت ده الناس مرحبه بيك؟ الناس مرحبه بيها الموضوع عادي وبتحب تجرب اللي هو يعني كده كده السعر مش كتير، في اللي هو مثلا حد هيروح يفطر اي حاجه فقلت اجرب مثلا مش عارفه ايه كده يعني جه تفكير الناس. شايفين ان هو الناس حابه الموضوع؟ طب ناويين ايه بقى؟ ناويين ان شاء الله ان احنا زي ما احنا لغايه اما ربنا يكرمنا ونفتحه يعني مكان وكده ونستقبله بس فيها الناس وقتها كده، وبعد كده ناخد مكان نفتح مطعم يعني ان شاء الله. طب اخيرا عرفوا الناس انتوا واقفين فين؟ احنا في سوتر على البحر. بنقف وش المجمع على طول. مجمع كليات. طلبه يعني طلبه اكتر. تمام. الساعة كام؟ الثانية هو من الساعة 10 11 لحد الساعة 1 2 بكتير بس. ممكن نزود يعني لو الوقت لسه بنزله كل يوم؟ كل يوم. في أيام معينة بتجيب فيها؟
في ايام معينه عشان كليتي وكده، اللي هو الحد والاثنين ممكن الثلاث كده يعني عشان كليتي. لا اليوم ده بنضطر ان احنا ما ننزلش خالص عشان انا كليتي بعيده فمبقاش في وقت. تمام، شكرا ليك. نعم، شكرا لكل متابعين يوم السابع، كان معكم مصطفى جابر، شكرا ليكم وربنا يوفقكم.